طالع من العيادة اليوم، طلعوا نتائج. أنا صح؟ مشكلة مني. نصيب يا سلام، قضاء الله وقدره. عمار شو ماما؟ ان شاء الله كريم بدكم تخبروا الموضوع علينا. لا تزيديها على الولد، هو مش مسؤول عن هاي المشكلة. يعني عمار مش حابب يكون له ولد؟ لازم نلاقي حل. هم متأكدين من النتيجة هلا، ما بنقدر نعمل شيء. يعني يضلوا هيك؟ يعني بدك تعيش الناس زي ما بدك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو سويتي هلا؟ مين سمح لك تحكي؟ عمر ليش هيك عم تحكي؟ انت بتعرفي النتيجة؟ لا بس شو فرقت انا ولا فرقت ولا ما فرقت، ممنوع كنت تحكي. انا المشكلة سلام. أنا المشكلة. ليش ما بنجرب زرع؟ قالوا ما فيش أمل. وليس من البطن. وهل فعلا كما يقال الام هي اللي بتربي، مش بس الام هي اللي بتحمل هذه المقولة؟ للاسف حبيبتي اتاخرت شويه عند امي. شوف، فينا نشوف موضوع الاحتضان؟ خلينا ننام هلا حبيبتي، بنحكي بكره. سلام، احنا قررنا نجوز عمار. مين احنا؟ عمك وانا وعمار. ما هو انت ما بتقدري تعملي فيه هيك. سلام، تركينا لحالي. هو ما بتقدري تحملي الخلفة. سلام، تعالي حبيبتي. خليني أصرح لك، أنت بتعرف إني عملت هيك عشان أهلي، عشان أسكتهم. بتعرف إنها مش راح تزبط معاها بالآخر، راح أتركها. مستحيل أتركك، مستحيل أتركك سلام. حبيبتي أنا آسف على اللي صار، آسف حبيبتي. مالك مسخر عن الفحوصات، بس الدكتورة حابة تشوفك. جايين ان شاء الله نطلب ايد بنتك دنيا لابننا عمار، ونتمنى نلاقي القبول. احنا والله بنتشرف فيكم وما في عنا اي مانع، حياكم الله. يبقى نقرا الفاتحه على بركه الله. بسم الله بسم الله. صدق. مبروك مبروك يا ابو الوليد. الله يبارك فيك يا ابو.